أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أن التصويت في الانتخابات النيابية والبلدية حق لكل بحريني، وهذا ما أكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مشروعه الإصلاحي. للبحرين ولكل البحرينيين الحق في ممارسة هذا الدور والتصويت على من يمثلنا في السلطة التشريعية شيء مهم، هو حق لي ومارسته اليوم، وأدعو كل بحريني أن يمارسه. وأعتقد من المهم جدا أن احنا نؤمن بالعملية الديمقراطية. جلالة الملك في مشروع الإصلاحي كان واضح جدا في رغبته في مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات، والديمقراطية الحقيقية هو المناقشة، إبداء الرأي، تحسين القرار والقبول بالنتائج لأنها نتائج الأغلبية. وأعتقد أن احنا في مثل هذا اليوم هو اليوم اللي كل مواطن يستطيع أن يبين دوره وصوته في من يعتقد أنه يجب أن يمثله في المجلس التشريعي.